شخصية البطل الأهلاوي لها سمات خاصة يتوارثها جيل بعد جيل لحسم البطولات والفوز في مختلف المنافسات في جميع الألعاب. أبطال الأهلي دائما يتألقون في المنافسات بقوة وتحدي وإصرار حتى الوصول للهدف، وهو الوقوف على منصة التتويج. هكذا فعل ثنائي القلعة الحمراء في منافسات ألعاب القوى بسنت طارق ونجلاء عبد ربه، اللتان دخلتا في تحديات عديدة لتحقيق لقب بطولة الجمهورية. احتفال اللاعبتين ببطولة الجمهورية انتهى بمجرد تتويجهما بلقب البطولة، لتبدأان تحديات ومنافسات وانتصارات جديدة في مشوارهما. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده لعشرة الصبح في الاهلي، وفي هذه الفقره بالتحديد منورين الدنيا معانا بطلتين في العاب القوى بالنادي الاهلي، حاصلات على بطوله الجمهوريه مؤخرا، بسنت طارق ونجلاء عبد رب. صباح الفل عليكم، الف مبروك بطوله الجمهوريه، انتوا منورينا ومشرفينا ومغرقين لنا الترابيزه، شهادات تقدير تلاقوا، ميداليات موجود، كله تمام، مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. وعايزين نعرف منكم بقى يعني طبيعه المنافسه كانت ازاي، يعني اللقاءات او اللحظات اللي ما تتنسيش في البطولة دي بصفة خاصة بالنسبة لك انت يا نجلاء. انا بالنسبة لي اللحظات اللي ما تتنسيش اللي انا ببقى لاخر الماتش مش كسبانة يعني واجف اخر محاولة ليا اللي هو اكسب، يعني اللحظة دي عندي ما بتتنسيش. بيبقى عكوسات مثلا ولا ما بتبقيش انت حاسباها مظبوط او انت لا، هو ممكن بيبقى مثلا بيحصل دروب في التكنيك بتاعي وانا بدور او كده بيخليني مش عارف ارمي كويس وكده، وبعد كده الكابتن بيصلحولي بيقولي الغلط بتاعي فببدا اصلحه واحدة واحدة لحد ما اقدر اعمل يعني المحاوله اللي تكسبني. وانت يا بسنت كان بالنسبه لك الحصول على المركز الاول مشوار سهل ولا كان فيه صعوبات؟ لا بصراحه يعني كان مشاكل كتير واصابات ومشاكل في التكنيك محتاجه تتظبط، يعني كده حاجات كتير. طب انتوا مبدئيا عايز اعرف يعني بناء على ايه اخترتوا القرص والجله، يعني ليه اخترتوا العاب القوه بصفه خاصه؟ انا بابايا كان بيلعب قبل كده وكان يعرف كابتن عيد وتواصل معاه ورحت اتمرنت وقال لي ان انا هكون احسن في القرص، يعني مستقبلي يعني يكون فيه احسن. يعني انت بصفه خاصه بسم الله ما شاء الله عشان طويله فممكن جدا تبقي بتلعبي حاجات زي الفولي زي الباسكت. كنت بجرب في حاجات بس مش بكمل على طول، يعني جربت شويه فولي جمباسه بقى المدرسه مثلا حاجات كده بس مش بكمل فيها. لقيتي يعني نفسك في العاب القوى. اوكي، وانت بالنسبه لك بقى يعني الجله اشمعنى الجله؟ لا هو انا اصلا ما كنتش عارفه يعني ايه جله ولا اي حاجه، كنت ماشيه في النادي عادي لقيت الكابتن اللي بيمرن اخويا اسمه كابتن عبد النعيم بيناديني وبيقول لي انت 2000 وكام وكده، فانا جاوبته بعد كده واخدني قدام الكابتن عيد وبدات اجرب، وكنت في الاول مش حابه الموضوع يعني بس بعد كده واحده واحده بدات اجيب بطولات وكده فحبيت الموضوع قوي واستمريت بقى. لقيتي نفسك بطله مش مجرد لاعبه والسلام. بتستعدوا ايه الفتره الجايه ان شاء الله؟ انا ان شاء الله نفسي في الفتره الجايه، انا باخد خطوه خطوه، في الفتره الجايه انا نفسي قوي ابقى بطله عرب وبطله افريقيا. اوكي، وفي بطولتين يعني في بطولات جايه ان شاء الله في الاطار ده ولا انت مجرد بتتمني هذا الامر يعني وخلاص؟ في كلام هي لسه مش اكيد قوي بس ان شاء الله تبقى تتنفذ يعني. اوكي، كان في برضو هل عندكم انتوا كمان مريتوا بفترات توقف نتيجه الكورونا، ما كانش في تدريبات ما كانش في معسكرات، توقفتوا قد ايه؟ احنا توقفنا اكتر من 5 شهور تقريبا. 5 شهور كتير. بس واضح ان ما شاء الله يعني فتره التوقف دي ما اثرتش عليكم بدليل حصولكم على المركز الاول. عشان احنا لما رجعنا التمرين يعني شدينا شويه اكتر وعملنا فتره اعداد اكتر وكده، فعشان كده اوكي يعني عوضنا الفتره اللي قعدناها. حلو. طب يعني على صعيد الرياضه دي بصفه خاصه نسائيا البنات اخبارهم ايه؟ يعني فريق السيدات او فرق السيدات المصريه في العاب القوه واصلين لفين لو قارناهم باللاعبات الدوليات؟ احنا واصلين لفين في الحته دي؟ هو يعني في بنات بتشارك في اي نعم ما بنجيبش مراكز عاليه مش بنبقى في اول 3 ميداليات مثلا، ولكن بتبقى في مشاركه في بطوله العالم الاولمبيات ممكن نوصلوا للتاهيل كده يعني. طب وليه مش بنعدي مرحله التاهيل؟ ليه مش واصلين لمرحله ان يكون عندنا بطلات واسمهم اسمائهم معروفه وبيشاركوا بمنتهى القوه في كل الفعاليات الرياضيه العالميه؟ ممكن بقى مثلا محتاجين تمرين اكتر، محتاجين حاجات يعني ينموا من نفسهم اكتر. هو في عموما نواقص لو اتوجدت الوضع هيختلف كتير؟ يعني انتوا بتعانوا من ان في مشاكل معينه
لاحظتوا ان هي ثابته الفتره اللي فاتت؟ يعني ايه المشاكل اللي انت بتواجهيها مثلا؟ يعني احنا مؤخرا مثلا غيرنا الملعب اللي احنا بنتمرن فيه، ضبط المواعيد، ما بنتمرنش ممكن كفايه يعني كده. طب وليه مش بتتمرنوا كفايه طالما اللاعبات موجودات والمدربين موجودين والملاعب موجوده؟ طب ناقص ايه عشان يبقى في تدريب دولي؟ ولا برضو عشان كورونا؟ الفترة الأخيرة كانت عشان كورونا، يعني كانت الأوضاع مش مستقرة قوي لسه. أوكي. مش كل الأعداد بننزل المجاميع قليلة عشان الكثافة كده يعني. أوكي. طب الرياضات دي سواء الجلة أو القرص، هل محتاجين نمط حياة كامل معين مش بس نظام غذائي؟ يعني عشان تتألقي وتبقي بطلة في الرياضة. أنا بالنسبة لي أيوه. إيه بقى؟ يعني انت نمط حياتك عامل ازاي؟ يعني انا مثلا بحاول اجي على يعني بحاول اجي على دروسي شويه واعوضها في يوم تاني. بحاول يعني اعمل يعني اغير حياتي، لو في مثلا خروجات او سفريات وكده بدوس على نفسي بقى وما بروحهاش عشان خاطر التمرين وكده. انت مبدئيا كده بتدرسي ايه؟ انا في اولى ثانوي عام. اوكي. وانت بالنسبه وانا كمان اولى ثانوي. ما شاء الله جميل. بس يعني عارفين تظبطوا الحكايه دي، فكره ان انت ممكن يبقى وراكي تدريب او معسكر او سفريه او بطوله وفي نفس الوقت انت عندك امتحان، بتتصرفوا ازاي في الحاله دي؟ انا يعني بكلم الكابتن ومثلا بقول له عندي امتحان الساعه كذا واخلص الساعه كذا، وهو مثلا بيظبط معايا اجي التمرين امتى. أوكي. هعرف الحق التمرين ولا لا او كده. وانت اتصلت الدنيا ماشيه معاكي كويس في الحته دي؟ الحمد لله. يعني على حسب، عندي بطوله ممكن اقصر شويه على الدراسه، عندي امتحانات اقصر شويه في التمرين، يعني بحاول اوازن. بس دايما بنسمع ان يعني الشخص المتفوق رياضيا غالبا ما بيكون متفوق دراسيا كمان. الحمد لله. يعني انتوا واصلين لفين في الحته دي؟ يعني لا انا غالبا في الاوائل على طول، يعني او تاني بكتير ثالث. الحمد لله زي الفل. انا الحمد لله. طمنيني عليك. لا لا كويسه والله شاطره. عموما ادينا هنتاكد، احنا معانا على التليفون الاستاذ ياسر فتحي مدرب العاب القوه بالنادي الاهلي. كابتن ياسر صباح الفل على حضرتك، منورنا. السلام عليكم. صباح الخير عليك استاذ كريم، صباح الخير على البطله بسنت والبطله نجلاء، وصباح الخير على الاهلي جميعا. صباح الفل على حضرتك. طبعا احنا عايزين نتكلم معاك بقى عن البطله نجلاء والبطله بسنت. يعني البطلات في النادي الاهلي في العاب القوه، يعني عموما الى اي درجه احنا في الاهلي متميزين في هذه الرياضه؟ الى اي درجه احنا بنحصل؟ يعني احنا واحنا قاعدين مع نجلاء وفسنت ما شاء الله زي ما حضرتك شايف معانا كده كميات وافره من شهادات التقدير والميداليات. دي اشاره كافيه لان احنا متفوقين على صعيد العاب القوه في النادي الاهلي؟ اكيد طبعا. النادي الاهلي قلعه كبيره، في ابطال كتير طبعا، في النادي الاهلي بطولات على مستوى الافريقي طبعا، في ريم احمد عبد الله، ومش هننسى طبعا شهاب طبعا بطل افريقيا، وفي محمد مجدي حمزه تأهل الاولمبياد وبطل دوري ابطال افريقيا. فاكيد طبعا النادي الاهلي مليء بالابطال ومليء بالانجازات يعني. ومع هذا كابتن ياسر، يعني انا في كلامي مع نجلاء وبسنت يعني قالوا لي ما معناه ان احنا على الصعيد العالمي دوليا احنا واصلين لمرحله مش متقدمه، او مش هقول لك متدنيه بس اضعف الايمان، اقل حاجه مش متقدمه قوي. ليه؟ لا لا لا، النادي الاهلي عنده لعيبه دوليه وعنده لعيبه عاملين ابطال عالم. انا مش بتكلم عن النادي الاهلي، انا بتكلم عموما على الرياضه دي النسائيه منها بصفه خاصه، احنا واصلين فين على مستوى العالم؟ احنا لسه بصراحه يعني دول لسه ناشئات، فباذن الله بنطمع يعني ان شاء الله الفتره الجايه نوصلهم على المحطه الافريقيه الاول، وبعد كده منها ان شاء الله على المحطه العالميه. تمام. وبرضه مين اللي حضرتك لما بتشوفه تقول او لما تشوفها تقول انت تصلحي لرمي القرص، انت تصلحي للجله؟ هل بيبقى المواصفات الجسمانيه فقط؟ اكيد طبعا مواصفات جسمانيه. حضرتك انت شايف طبعا بسنت ما شاء الله ربنا يحفظها، وشايف نجلاء بسنت ما شاء الله طويله واطرافها عريضه. لكن نجلاء كيوت كده، صغنطوطه كده، يعني زي ما تقول من دبلكه في نفسها، فدي بيبقى معلش نجلاء انا متدبلكه في نفسها بالظبط كده. ففي مواصفات جسمانيه بتفرق من لاعب عن لاعب، يعني ده بيبان ده بيلعب ايه وده بيلعب ايه. تمام. عايزين اي حاجه من كابتن ياسر؟ لا شكرا. فرصه، هو معانا على الهواء، هو مسلوب معانا على الهواء، اي سؤال اي استفسار. كابتن ياسر احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. صباح الفل عليك، نورتنا. صباح الخير عليك. صباح الخير على الاهلي. صباح الفل يا فندم، اهلا بقى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب لو ما كنتوش بتلعبوا العاب قوه كنتوا هتختاروا رياضه ايه؟ انا طايره يعني لعبتها وانا صغيره شويه وكنت حباها قوي. وانت بالنسبه لك يا نجلاء؟
الصراحة كنتش هلعب يعني، لأن أنا مش كان موضوع الرياضة وكده ومش في دماغي. أمال مين اللي حطه في دماغك؟ مين اللي زقك؟ أنا أول ما دخلت وبدأت ولقيت نفسي حبيت الموضوع يعني، وحبيت المنافسة ولقيت نفسي بجيب بطولات وكده، فقلت أكمل وحبيت الموضوع قوي بقى، فحبيت أكمل فيه. يعني في حالة مثلا أنت عرفنا إن الوالد كان رياضي سابق وبيلعب برضه ألعاب قوة، أنت في حالتك يا نجلاء مين اللي دعمك؟ مين اللي بيشجعك في طبعا طبعا مامتي وبابايا واخواتي واخواله برضو بيقفوا معايا كتير، وتيتا، ناس كتير قوي. ما كانوش خايفين عليكم الاهالي من فكره ان انتوا بتلعبوا رياضه؟ يعني برضو ممكن يبقى وارد يبقى فيها اصابه، وارد يبقى فيها مشكله، هل ترددوا ولا انت في حالتك فسنت الوالد هم كانوا اوريدي مجربين وعارفين؟ ما عشان مجربين وعارفين ممكن يبقوا مشفقين عليكي من ده. لا هو بصراحه بيشجعني طول الوقت يعني، ومامتي كمان. فلا يعني ما حصلش معاك ان حد كان؟ لا اوكي. طيب وعالميا هل بتتابعوا مثلا دورات الاولمبيه؟ بتتابعوا؟ هل عندك مثلا نموذج يحتذى بيه بالنسبه لك في رياضه الجله او في رمي الجله؟ هو انا عارفه واحده بس مش فاكره اسمها قوي، بس هي عندها 21 متر ما شاء الله يعني. هي بطله عالميه بس 21 متر. وانت الرقم بتاعك كام بالمناسبه؟ انا الرقم بتاعي اللي متسجل حاليا في الاتحاد 13 حاجه. 13 وكسور؟ 13 32. اوكي. وانت بالنسبه لك بقى في رمي الجله؟ في بطله العالم الحاليه هي اسمها ساندرا بريكوفيتش عامله 72، في بطله امريكيه اسمها فيلمن عامله 71 ما شاء الله. طب احنا عشان نوصل زيهم يعني، هل في مساحه الى جانب ان لو في نواقص تستكمل فده اكيد هيدعم الرياضه، لكن على الصعيد الشخصي يعني هل لما بتتفرجي على اللعيبه اللي انت بتقولي اسمائهم دول، هل ده بيديكي دافع بتبقي عايزه توصلي زيهم؟ يعني بتتابعيهم؟ بتتابعي تطورهم؟ بتهتمي مثلا ان انت تعرفي نوع وشكل التدريبات بتاعتهم؟ بياكلوا ايه؟ بيشربوا ايه؟ طبعا دي بتبقى مهمه برضو ان انت تعرفي الدنيا ماشيه ازاي. اكيد حتى لو مش هنفذ حاليا، على قدام شويه لو ما اوصل لنفس السن بس لازم اكون واخده خلفيه على الاقل. اوكي. هل من ضمن الخلفيات اللي انت خدتيها قبل كده اكتشفتي ان في حاجات معينه انت ما بتعمليهاش خالص وده مش مظبوط، ان انت لا او العكس حاجات بتعمليها والمفروض ما تعمليهاش لان ده بيأخر لك تفوقك يعني اليوم؟ مثلا تمرينات معينه في الحديد، حاجات سبيشالات معينه مش بننفذها كلها كده يعني. وانت بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي ان انا يعني بتابع وكده، ممكن بس بتفرج على التكنيك بتاعهم، لو انا عندي مثلا غلطه الكابتن بيصلحها لي في التمرين بكونش عارفه اعملها قوي، بروح اتفرج على يعني الناس اللي هم ابطال عالميين البنات وبشوف التكنيك بتاعهم ماشي ازاي وكده وبحاول اعرف اعمله يعني. تمام. طب انتوا زي كره القدم كده في مساحه للاحتراف ولا في العاب القوه مفيش كده قوي؟ مش انا ما اعرفش حد بصراحه اعترف، بس اكيد يعني اكيد في مجال. يعني انت ما فكرتيش في المسمى ده؟ لا، فكره فكرت الاحتراف. فكرت. فكره ان انت تبقي بتلعبي يعني، وخدتي اي خطوه تجاه ده ولا الكوره مش في ملعبك؟ لا ما لا ليه بس يعني اتمنى ده، بس انا ما خدتش خطوه لده دلوقتي. ايوه ليه بقى ما خدتيش الخطوه دي؟ ما مش عارفه اعمل ده يعني، مش عارفه اعمله ازاي دلوقتي. ما مش بيبقى في مثلا ممكن يبقى في تنسيق مع الاتحاد، تنسيق مع النادي نفسه؟ انا ما اعرفش بصراحه. طب انت يا نجلاء فكرتي في الموضوع ده قبل كده؟ الاحتراف ده انا حاسه ان انا لسه بدري شويه يعني عشان احترف او كده، وبعدين بس البدايه واعده ومبشره. وبتقول ان انتوا ما شاء الله عليكم مراكز يعني اولى، مركز اول في رمي الجله ومركز اول في رمي القرص، فدي نقطه انطلاق ممكن يعني ما تعرفوش تاخدكم لفين بعد كده لو انتوا اهتميتوا بالرياضه فعلا واهتميتوا بالتمرينات بتاعتكم. عموما احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، انتوا نورتونا وشرفتونا، ويا رب ان شاء الله نتقابل مره ثانيه معانا بقى كؤوس كمان المره ان شاء الله. نورتوا الدنيا، اهلا بيك. شكرا لحضرتك. هنستاذن حضرتك ونطلع فاصل سريع ونرجع بقى نختم معاكم باخر فقره حواريه في حلقه النهارده. اتفضل.